السلام عليكم. اليوم نعود إلى الوراء في الزمن لنعرفكم على المركب طلاسة بمنطقة سيدي فرج، وهذا المركب الحموي اللي يستعمل الطلاسوثيرابي، يعني علاج بمياه البحر، واللي تم إعادة تأهيله وترميمه وتجديده هذه حوالي 3 سنوات. وبالمناسبة حبيت نعرفكم بهذا المركب الرائع الذي بعد ما تم توسيعه وترميمه كما قلنا وتجديده. أترككم تتابعون هذا الفيديو اللي يعود إلى 2 أو 3 سنوات، لكن ما زال يعني كما قلنا بالأكتواليتي، لأن العروض هذه كلها متوفرة يعني هذه السنة في هذه الصائفة وفي كل عام، وما زالت متوفرة وهي يعني بأسعار جد مناسبة، لأنه القطاع العام وفيه أسرار ستكتشفونها في هذا الفيديو. أترككم تتابعون والسلام عليكم. بغربي العاصمة جوهرة سياحية وعلاجية تستقطب الاهتمام. مركز معالجة بمياه البحر سيدي فرج يكتسح حلة جديدة ويفتح أبوابه بعد عملية تهيئة وعصرنة هي الأولى من نوعها دامت 3 سنوات. Il y a une autre Algérie ici que tout le monde ne connaît pas. C'est magnifique, même le prix est normal, il y a une autre drôle. المركز المعروف بخدماته العلاجية بمياه البحر تزامناً وفصل الصيف يقدم خدمات أخرى ضمن مساعي لجذب المصطافين وتشجيع السياحة الداخلية. كما تعرفي باللي المركز متواجد على هذا شاطئ البحر جميل جداً، كذلك عندنا بعض الشواطئ الصغيرة اللي راهم داريرفو. هذه الشواطئ هذوما سيسكن في الكريك، وكذلك المسابح اللي راكم تشوفوا فيها هي مسابح كذلك مجهزة بتقنيات عصريه فيما يخص لوتوماسيون، سادير لو رومبليساج تاع لي بيسين اي لي فيدونج دي بيسين، سي اوتوماتيك الو دمر. عندهم يخلصوا 2000 دينار بالنسبه للناس الكبار لي زادوت، و1000 دينار بالنسبه للاطفال اكثر من 14 سنه، وبالنسبه لي كوبل عندهم 3500، عندهم ريدكسيون دو 500 دينار. عملية التهيئة شملت تعزيز البنية التحتية للمركز ومست جميع الفضاءات الخارجية والداخلية. هنا نجد تجهيزات فندقية بمقاييس عالمية، غرف نوم تطل على البحر، قاعة علاج جهزت بعتد طبي حديث، أما المسابح الداخلية فهي مزودة بمياه البحر. طلسو عيادة طبية لتكفل بكافة المرضى، يعني كل مرضى نتكفلوا بهم، ابتداء من الناس اللي يعانيوا من الأمراض الروماتيزم، الناس اللي كذلك يعانيوا من الأمراض المزمنة، أو الناس اللي يجيو باش يديروا إعادة تأهيل حركي. يعني المركز راهو مجهز بكل العتاد الطبي المتطور، وهذا بفضل كذلك الكفاءات الطبية المتواجدة على مستوى المركز، سواء من أطباء أو من أعوان شبه طبيين. عملية العصرنة وكبها أيضا بناء فندق جديد بالقرب من الشاطئ لتزداد قدرة استيعاب المركز لأزيد من 300 شخص، ما سيسمح باستقطاب ليس فقط المرضى ولكن حتى الراغبين في الاسترخاء فقط. مركز العلاج بمياه البحر سيدي فرج وجهة للعلاج للراحة والاستجمام، يفتح مع أبوابه مجال الترويح عن النفس واسعا سعة البحر.